Hi dear students, nice to meet you. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط نحييكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. Open your students book on page 70. صفحة 70. Unit 7. Lesson 5. I'm sorry. أنا آسف. Listen and number the pictures. Listen and number the pictures. استمع ورقم الصور in the order في الترتيب الصحيح. You hear the conversation. عندما تسمع المحادثات. عندنا محادثات رقم 31. ملف الصوتي رقم 31. هاي ملف الصوتي 31 في نهاية كتاب الطالب. محادثة بين أولاد. What's wrong يوسف؟ ما المشكلة يوسف؟ I've got a really bad headache. أنا لدي صداع شديد أو صداع سيء. رد عليه قال له oh, I'm sorry. أنا آسف. Can I get you anything؟ ممكن أنا أعطيك شيئا ما؟ رد عليه قال That's okay. ذلك جيد. Thank you. Thanks. شكرا. I'll go and lie down. أنا سوف أذهب وأنام for a while. لي برهن. المحادثة الثانية. هاي عمر. Oh no. I'm so sorry. أنا آسف. I've just spilled my water on your shoe. أنا فقط سكبت بعض الماء على حذائك. رد عليه قال Don't mention. لا تهتم. Don't mention it. لا تهتم بها. حسن أو حسان. It's only water. إنها فقط ماء. I can wipe it off easily. أنا ممكن أن أمسحها بسهولة. هاي المحادثة الثانية. المحادثة الثالثة بين teacher والboy المعلم والولد. Please open your book to page 18. رجاء افتحوا كتبكم على صفحة 18. Pardon. عذرا لم أسمع سير يا سيدي. I didn't hear which page. أنا لم أسمع أي صفحة. قال page 18. الصفحة 18. Apologizing. الاعتذار. Here are some examples. هنا بعض الأمثلة of making and responding عن كيفية عمل or and responding or responding أو الرد to polite apologize للرد على الاعتذار بصورة مؤدبة in English في الإنجليزي. Number one. Hey, you just knocked at me into me. أنت صدمتني. رد عليه قال I'm sorry. رد عليه رد إنه بالرد على الاعتذار That's okay. هذا على ما يرام. I'm sorry. I just knocked your bag. أنا فقط صدمت حقيبتك on the floor. على الأرض. رد عليه قال don't mention it. Don't mention it. لا تهتموا بها. يعني الاعتذار ورد على الاعتذار. الحالة والاعتذار والرد على الاعتذار. يعني هاي طبعا كلها تحفظ. احيانا يعني مرات تعتذر على اي شيء ومرات تعتذر حتى اذا ما بدون اي شيء بدون اي ذنب. يعني open your books on at page 43. افتح كتابك على صفحة 43. please رجاء. رد عليه قال له pardon. عذرا لم اسمع. رد انه المدرس قال له page 43 please. رجاء صفحة 43 رجاء. أربعة. I have a bad headache. لدي صداع سيء. Oh, I'm sorry. نعم أنا آسف. Can I get you anything? ممكن أعطيك شيء ما؟ قال That's okay. هذا على ما يرام. Thanks. شكرا. I think. أنا أعتقد I'll just go to bed. أنا أعتقد بأني سوف أذهب إلى الفراش أو للنوم. طبعا هاي الأساليب مهمة جدا يجب أن تحفظ. نشرح مفصل على كيفية الحالة والاعتذار على الحالة. Hey, you just knocked at into me. Hey, أنت صدمتني. هنا الرد الاعتذار على الحالة. لو يقول لأ I'm sorry أو يقول لأ I'm sorry. I just knocked your bag on the floor. هاي الحالة الأولى. عندنا حالة أخرى. I have a bad headache. لدي صداع شديد. على هذا الأسلوب يكون الاعتذار Oh, I'm sorry. أنا آسف. Can I get you anything? ممكن أعطيك شيء ما؟
عندنا حاله والرد على الاعتذار هنا والاعتذار هنا الاعتذار والرد على الاعتذار ايضا عندنا موضوع اخر الاعتذار هنا ابولوجايز الرد على الاعتذار ريسبوند هنا اذا قال اذا اعتذر قال له ام سوري انا اسف يرد عليه قال له ذاتس اوكي اذا قال ام سوري اي جاست نوكت يور باج اون ذا فلور انا اسف لاني صدمت حقيبتك على الارض يرد عليه قال له دونت منشن لا تهتم بها او هنا يقول له اوبن الاعتذار قال له اوبن يور بوكس ات بيج 43 افتح كتابك على صفحه 43 بليز رجاء رد عليه قال له باردون عذرا لم اسمعك هنا شرد عليه لازم يعيد له الموضوع يقول له بيج 43 بليز رجاء صفحه 43 هاي اذا قال له باردون حاله اخرى او ام سوري انا اسف كان اي جيت يو اني ثينك ممكن اعطيك شيء ما رد على هاي الحاله قال له ذاتس اوكي هذا علامة رام ثانكس شكرا اي ثينك اي هاف جاست جو تو بيد انا شكرا سوف اذهب الى الفراش عندنا النمط الاسئله اللي يجي على هاي كل المواضيع اللي درسناها حاله الاعتذار مثلا نمبر 1 ام سوري اي جاست دروبد سم ووتر انا اسف انا سكبت بعض الماء اون يور شو على حذائك هنا الطلب يقول لك ريسبوند رد تو ذا ابولوجي رد على الاعتذار رد على الاعتذار لان هذا اعتذار يقول لك رد على الاعتذار او يقول لك اكسبت وافق او يقول لك اجري يعني احد الخيارات اللي. فانت من ترد على الاعتذار تقول دونت منشن ات لا تهتموا بها اي كان دراي ات از دي انا ممكن ان اشوفها او اجففها بسهوله سؤال اخر did you bring the book انا هل جلبت الكتاب I asked for انا الذي انا طلبته هنا الطلب يقول لك choose the correct words اختار الكلمات الصحيحة يعني من بين الأقواس فتختار oh I'm sorry oh أنا آسف رقم 3 apologize هنا اعتذر هذا نمط آخر apologize اعتذر to your teacher إلى معلمك for being late لتأخرك for the class عن الصف عن الدرس إذا أجاك هذا النمط ترد عليه بهذا الأسلوب تقول له sorry for being late آسف لتأخري نمط آخر أنا تعتذر I'm sorry I just dropped the orange juice أنا آسف أنا سكبت بعض العصير on the table على الطاولة هنا بين قوسين يقول لك respond to the apology رد على الاعتذار فشي تقول له don't mention it لا تهتموا بها I can dry it easily أنا ممكن أنجففها بسهولة عندنا ملاحظة لطلب إعادة ما قاله شخص ما نستخدم عبارة pardon أو pardon نستخدم يعني عذرا أعد ما قلت نتعرف على هذا السؤال من خلال يعني إذا أجت بالسؤال كلمة I said أو I'll say again أو I didn't hear you I'll say again أنا سوف أقولها مرة أخرى أو I didn't hear أنا لم أسمع ذني إذا أجن بالسؤال فنستخدم pardon مثلا would you like some tea هل تريد بعض الشاي وهنا الاختيارات مطيقة ورا الاختيار يقول لك I said would you like some tea أنا قلت أنا يعني شفنا أنه نفس الشيء عادة وقال I said وهنا I said قلنا إذا موجودة I said فنختار كلمة pardon هنا يعني عذرا يعني قال would you like some tea هل تريد بعض الشاي قال pardon عذرا يعني لو سمحت أعد رد عليه عاد الكلمة عاد الجملة مرة ثانية قال I said would you like some tea أنا قلت هل تحب بعض الشاي أو هل تريد بعض الشاي عندنا أسلوب آخر مثلا يقول لك I'm afraid أنا أخشى I didn't hear you I قلنا عن لقينا I didn't hear you بصيغة السؤال فراح نختار pardon أو pardon The first time أنا I'm afraid أنا أخشى I didn't hear you أنا لم أسمعك the first time في المرة الأولى أنا أقول لك apologize اعتذر فمن تعطي الأسلوب مال الاعتذار شفت أنت يعني بها الجملة I didn't hear you أو من معناها لم أسمعك فتختار كلمة pardon ملاحظة إذا جاءت الكلمة pardon أو I'm sorry في بداية السؤال نرد عليها باستخدام كلمة that's okay فإذا أجت بالسؤال بداية السؤال كلمة pardon أو I'm sorry نرد عليها باستخدام أسلوب that's okay ف
فانا قال له pardon I'm afraid انا اخشى I didn't hear you لما اسمعك the first time في المرة الاولى. فهنا اذا اجت بس لقيناها pardon بالبداية جاية يقول that's okay هذا جيد ما نختار هذا الاختيار الثالث الاختيار الاول. زين عندنا اسلوب اخر ايضا هنا اجت I'm sorry for coming late انا اسف لتأخري يقول لك accept وافق. فايضا قلنا اذا اجت I'm sorry بالبداية نختار اسلوب that's okay هذا جيد او هذا على ما يرام. هاي كل الانماط اللي اخذناها بال الان نروح نحل تمارين الاكتيفيتي نمبر 1 هنا يريد معنا ريد ابولوجايز اقرا الاعتذار يوزنج ابولوجيتيك لانجويج استخدم اسلوب اعتذار تشوز ذا كوريكت ووردز اختار الكلمات الصحيحه. هي يو جاست نوكت ماي باك انت فقط صدمت حقيبتي on the floor على الأرض. هنا نختار I'm sorry I'm sorry أنا آسف. Two I'm so sorry أنا جدا آسف for forgetting your birthday لنسياني عيد ميلادك. رد عليك على هنا اختار لو pardon لو don't mention فيختار كلمة أو عبارة don't mention لا تهتم بها. Three My stomach feels really sore. معدتي حقا تؤلمني. اختار كلمة that's okay. I'm sorry طبعا اختار كلمة I'm sorry للاعتذار او للتأسف على الحالة. Would you like some tea? هل تحب بعض التي؟ هنا تختار تقول له pardon تقول له don't mention it. وبعدها I said would you like something أنا قلت لأفتحوا بعض الشاي. لاحظنا هنا معايد لنفس الكلمة فنختار كلمة pardon يعني أعد لم أسمعك رجاء. 5 Did you bring the book I asked for هل جلبت الكتاب الذي طلبته منك. هنا اختار لو I'm sorry لو قلت that's okay I forget أنا نسيت I forgot أنا نسيت. طبعا راح يقول له I'm sorry نعم آسف مو يقول له هذا جيد لأن راح يتأسف ويقول له أنا نسيت. 6 Pardon آسف I afraid I didn't hear you the first time أنا آسف لما أسمعك في المرة الأولى. احنا قلنا إذا أجت Pardon بالبداية فالجواب راح يكون That's okay هذا على ما يرام I'll say it again أنا سوف أعيدها في المرة الأخرى. عندنا exercise B use the words استخدم الكلمات in the box التي في الصندوق to complete the sentences لتكمل الجمل يعني انسقط الكلمات في المفرغات المناسبة. طبعا هذا التمرين مهم حفظ وذاك التمرين اللي قبله ايضا حفظ. Number one teacher المعلم do the activities on page 17 اعملوا الانشطة على الصفحة 17 for homework للواجب البيتي please رجاء. هنا students أحد الطلاب قال له pardon يعني لطفا عد ما قلت. رد عليه التيتشر قال له page 17 for homework please صفحة 17 للواجب رجاء. انت لاحظ يعني هنا عايد الكلمة او عايد العبارة فاختار كلمة pardon. 2 I'm sorry انا اسف I'm so رقم 2 I'm so ناخذ كلمة sorry I'm so sorry يعني أنا جدا آسف to hear that لسماع ذلك your grandmother is old بأن جدك أو جدتك مريضة فناخذ sorry. 3 The cake is a little dry الكيك جدا هو تقريبا جف I'm sorry أنا آسف. فرقم 3 نختار don't mention it don't mention it لا تهتموا بها. رقم 4 ouch يعني ألم you are standing on my toe أنت وقفت أو ضربت أو صدمت أصبعي فيقول له oh I'm sorry. رقم 4 يختار كلمة oh أو أيضا I'm so sorry تختار كلمة sorry من فوق أنا جدا آسف. رقم 5 sorry for being late آسف لتأخري فهنا رقم 5 نأخذ لها كلمة okay من فوق كلمة okay that's okay
هذا جيد. I was a bit late too. أنا أيضا تأخرت. وطبعا اكسرسايز اي الحلول مالت هنا الرقم واحد I'm sorry اختيارها، والاثنين don't mention it، وثلاثة I'm sorry أيضا، وأربعة نختار pardon، وخمسة نختار oh I'm sorry، وستة نختار that's okay. عندنا التمرين اللي بعده رقم واحد اختارينا pardon، ورقم اثنين sorry، ورقم ثلاثة don't mention it، ورقم أربعة سوري، وأيضا رقم خمسة أوكي. عندنا التمرين التالي هنا شرح على الباست سمبل الماضي البسيط on the present perfect tense. present perfect tense هو زمن المضارع التام البسيط. the past simple tense the past simple tense الزمن الماضي البسيط is used to استخدم for events للأحداث that happened التي حصلت at definite times في وقت محدد in the past في الماضي. مثلا I saw him yesterday and I write to him once. events that happened أحداث حصلت over time in the past في وقت سابق في الماضي، في الماضي البعيد يعني. I lived مثلا I lived in that house and I بقيت في عشت في ذلك البيت when I was a little when I was little عندما كنت صغيرا. The present perfect tense المضارع التام البسيط is used for يستخدم events للأحداث that began at the past التي بدأت في الماضي but not at the definite time لكن ليس في وقت محدد. I have been to England أنا كنت في إنجلترا. events أيضا that happened أحداث حصلت in the past في الماضي and are still continuing ولا زالت مستمرة. I have مثلا I have been in this school أنا كنت في هذه المدرسة for 3 years these 3 سنوات مضت. الآن نأتي إلى شرح عادة للشروحات سابقة بزمن الماضي البسيط. تكون بزمن الماضي البسيط استخدم التعبير عن حدث تم في الماضي يعني كمل في الماضي. الجملة المثبتة تكون بفاعل زائد الفعل ياخذ ايدي او الفعل القياسي ياخذ ايدي والفعل الشاذ ياخذ التصريف الثاني. مثلا I bought this book yesterday او we traveled to London last year. عندنا ايضا هنا بحالة النفي نضيف قبل الفعل didn't او did not والفعل يرجع لاصله يعني الفعل المجرد او المصدر. مثلا I did not meet او I didn't meet him انا لم اقابله at the station في المحطة last night. السؤال اللي يسنو question خلي did بالبداية والفاعل والنوب الفعل مجرد والتكملة. مثلا did your brother leave to بصرة last week هل أخوك سافر لبصرة الأسبوع الماضي. جواب السؤال لو هي yes he did نعم هي هو أو no he didn't أو لا لم يفعل. سؤال حالة السؤال يسنو question نفس السؤال wh أداة wh نحتاجها بالبداية زائدا did زائدا الفعل I'm sorry الفاعل زائدا التكملة زائدا الفعل المجرد والتكملة. مثلا what time did they go ما الوقت الذي ذهبوا فيه to bed last night ذهبوا فيه للفراش أو للنوم الليلة الماضية. عندنا الظروف والمصطلحات المستخدمة على زمن الماضي هي كالآتي when yesterday ago last in the past once in 2003 أو كلمة أنت أو أي دلالات في الماضي. عندنا استخدام أفعال الكينونة مع الماضي البسيط. عندنا هي شيء اسم مفرد زائد أي تأخذ was we وذي اسم جمع يأخذ where. مثلا two weeks ago Ali was in Egypt كان علي في مصر. Tom and Mary were in the party كانوا في الحفل last night في الليلة الماضية. لأن عندنا we واليو وذي والاسم الجمع يأخذ where زائد التكملة. حالة النفي الـ was تصير was not or wasn't والـ were not or weren't while الأمثلة موجودة. تكوين السؤال was أو الـ were تكون بداية الجملة زائدا الفاعل زائدا التكملة وعلامة الاستفهام. مثلا was أحمد with you yesterday هل كان أحمد معك في الأسبوع يوم أمس؟ الجواب yes he was وإذا أو yes he yes they were. إذا no مثلا no he wasn't أو no they weren't. تكوين سؤال wh نفس السؤال yes no فقط أداة wh اللي نحتاجها نخليها في البداية و did بعدها و did
هاي طرحنا له بالتمرين السابق سؤال، طريقة السؤال مع استخدام أدوات الكينونة في المحاولة الماضية دات دبليو اتش بالبداية was أور حسب الفاعل الموجود عندنا زائدا. وطبعا تعتبر أفعال الكينونة فعل رئيسي ما يستخدم فعل وياها، فمباشرة الواز أو الوير السبجكت والتكملة تجينا. مثلا وير يو يسترداي، أين كنت يوم أمس. عندنا مجموعة أمثلة، مثلا I buy this book yesterday، أنا أخليها سوري كوركت، من كلمة yesterday أنا نعرف أنه هاي معطي، فكلمة buy تصير bought لأن يعني فعل شاذ، تصير I bought this book yesterday، أنا اشتريته على الكتاب يوم أمس. We traveled to London last year، أنا ونحن سافرنا على لندن السنة الماضية، أقول لك باست سمبل سوي ماضي بسيط. فالترافل فعل قياسي تضيف له traveled، we traveled to London last year. I not meet، شوف هنا not meet him at the station last night، هذا نفي بزمن الماضي من خلال كلمة last night، يقول لك correct صح، تقول له I did not meet him، أنا لم أقابله at the station في المحطة الليلة الماضية. A question هنا هاي جملة يقول لك حول a question، فنخلي did بالبداية، your brother leave to Basra last week، ونخلي علامة استفهام يعني هل أخوك سافر لبصرة الأسبوع الماضي. What time هنا فراغ you go to bed last night، يقول لك correct صح. أنا سؤال باستخدام أداة WH حسب القاعدة، أداة WH بالبداية طبعا هاي التايم وي أداة WH يعني كم مثل what time يعني ما الوقت، فما هاي تكتب what time بعدها did، هنا مطينا هو يو فتخلي did بعد ال what time وانه did والفاعل يو بعدين go مطيناها ونكمل جملتنا. What time did you go to bed last night؟ في أي وقت ذهبت الفراش الليلة الماضية؟ عندنا المضارع التام present perfect يستخدم لوصف حدث تم دون ذكر كلمة وعبارة تدل على الماضي. جملة الأفرماتيف بي المثبتة إذا عده شيء اسم مفرد نستخدم لها زائد past participle التصريف الثالث للفعل، وإذا عدي I will you they اسم جامع استخدم have زائد التصريف الثالث past participle والتكملة. مثلا I have just finished my work، أنا توما انهيت عملي. إذا عدي نفي الهاز hasn't تصير والهاف haven't. مثلا I haven't done my exams يت، لم أودي امتحاناتي لحد الآن. سؤال ال yes no question تصير الهاف والهاز بالبداية زائد السبجكت الفاعل زائد الباست بارتيسيبل تكملة. مثلا have you ever eaten octopus، هل أنت فيما مضى أكلت الأخطبوط. الجواب إذا yes I have، وإذا no I haven't، no I have never tired. سؤال ال WH نفس السؤال yes no أداة WH بالبداية has أو have حسب الفاعل زائد الباست بارتيسيبل التكملة التصريف الثالث للفعل والتكملة وعلامة استفهام. مثلا how long have you been married، كم طول الفترة التي كنت متزوجا فيها. عندنا الظروف والأدوات اللي استخدم مع زمن البريزنت بيرفكت هي الإيفا فيما مضى، معناها تستخدم مع السؤال وتقع بين الهاز والهاف. have you ever eaten octopus، هل أنت فيما مضى أكلت الأخطبوط. ever never ابدأ أبد يعني أبدا، تستخدم مع الجملة المثبتة بمعنى النفي وتستخدم بعد توضع بعد كلمة has والهاف. مثلا I have never held a scorpion، أنا لم أمسك عقرب فيما قبل. just تون معناها تستخدم مع الجملة المثبتة والاستفهام، يعني هاي الظروف كلها تأتي مع زمن present perfect، إنها تأتي مع الجملة المثبتة والاستفهامية يعني السؤال. مثلا I have just written him a letter، I have مع الجملة المثبتة والاستفهامية، فهاي I have just written him، أنا لم أكتب له أي رسالة. already مؤخرا تستخدم مع الجملة المثبتة وتكون أما في نهاية الجملة أو بعد الهاف والهاز. مثلا I have found my last watch already، أنا لم أجد ساعتي لحد الآن أو مؤخرا. Tom has already got two tickets. توم تون حصل على بطاقتين. كلمة yet معناها لحد الآن، تستخدم yet معناها لحد الآن، تستخدم مع النفي والاستفهام في نهاية الجملة. The police have not caught him، الشرطة لم تمسكه the thief yet، لم تمسك اللص لحد الآن. For لمدة تأتي بعدها فترة زمنية محددة
وعادة بالأرقام. مثلا he has been in Egypt, هو كان في مصر for 10 years, لمدة 4 10, يعني هاي الفور بعدها مدة زمنية, for the last 2 months, السنتين الأخيرتين, يعني فترة زمنية غير محددة, لكن since فترة زمنية محددة, I'm sorry, for the last 2 months, يعني محددين الفترة, لكن since معناها منذ, تأتي بعدها فترة زمنية فقط, يعني بداية فترة زمنية أو غير محددة. مثلا I have never seen a film, أنا لم أشاهد فيلما since last month, منذ الشهر الماضي. عندنا أيضا ظروف وتعابير أخرى تأتي مع هذا, زي مثلا so far, so far, بعيدا, till now, لحد الآن, on this day, في هذه اليوم, lately, مؤخرا, recently, recently أيضا مؤخرا, how, كيفما. ثم أيضا how long, هذا أيضا كلها المصطلحات تأتي مع زمن present perfect. عندنا مجموعة أسئلة على زمن present perfect, مثلا my brother be in Egypt for 2 years, use the correct form, استخدم الشكل الصحيح للبي. فهنا البي أداة كينونة, التصريف الثالث هو been. ف my brother تاخذ has, فصير my brother has been in Egypt for 2 years. عندنا مطينا لنا الفاعل والفعل ويقول لنا سوي كومبليت with the correct form. عندنا طبعا علامة استفهام بالأخير, فيريد عندنا سؤال بزمن present perfect, فتقول له have you, اللي يعني تاخذ have you, والباي التصريف الثالث بوت لين شاذ, have you bought any maps, هل اشتريت اي خرائط of London لندن, or guide books, او كتب ارشادية. هنا عندنا اختيارات have you ever or never camped in the desert, هل انت في مضى تعسكرت في صحراء, choose, اختار. فانت اذا شفت على شكل السؤال فنستخدم ever, لأن never تجي بالجملة المثبتة, يعني مو بجملة السؤال, ف ever تجي بجملة السؤال فتختار ever. عندنا بالنسبة لإكسرسايز C, يعني التمرين هذا مو ذات أهمية, ننتقل للتمرين الأهم, هو إكسرسايز D, صفحة 91, صفحة 91. use the verbs, استخدم الأفعال in brackets التي بين الأقواس to complete this sentence, لإكمال هذه الجمل, with the correct tense, مع ال في الزمن الصحيح past simple or present perfect, يا اما ماضي بسيط او مضارع تام. فهنا اختيارنا الجملة الاولى my brother has been in Egypt, كان والدي في اخي في مصر for 2 years, لسنتين. فهذا يعني مبينه من خلال 2 years, for يعني هذا زمن يعني يدل على زمن present perfect. فmy brother تاخذ has يعني مفرد, و البي يصير تصريف الثالث بين. وين رقم 2, when did you go to Kenya, متى سافرت الى كينيا. هنا طبعا هذا السؤال بزمن الماضي البسيط, يعني هذا يعني الموجود بشكل زمن الماضي, تصير جملة معناها متى did you go, سافرت إلى كينيا, زمن الماضي يكون الحل. رقم 3, has your been a friend هل صديقك visit هنا صير visited you, هل في ما مضى صديقك زارك. هذا ايضا سؤال في زمن البريزنت بيرفكت المضارع البسيط, واستخدمنا هاز لان يور بين فريند اسم مفرد, والفيزيت يصير فيزيت حسب القواعد اللي اخذناها. 4, where did you leave your car last night, اين تركت سيارتك الليله الماضيه. من كلمه last night عرفنا بانه الجمله بالماضي. 5, I have never seen, هنا من كلمة never عرفناها present perfect, هنا فآي تأخذ have و never, وهنا الماضي مالت أو التصريف الثالث مالت السي هو seen, لأن الفعل قياسي فعل شاذ, I'm sorry. صير I have never seen crocodile, أنا لم أرى التمساح. وهذا كل ما موجود درسنا أعزائي الطلبة, meet you next time.